يا علوشة، شو بو صبحي؟ هلا بالله بزمتك، مو أحسن إذا أمك طلقت من أبوك؟ أمي لا ترد على أم لسان طويل. أنا من رأي علا أمي. لا يا أمي لا، عيب، لا تحكي هالحكي، بضل أبغض شي عند رب العالمين. أمي، أبي رجال إذا بيحط إيده على الحيط بيهده. هو مو بس قاعد لا شغلة ولا عملة، ومقضي ليها سهر وطرب بالكباريهات، وحساب مين؟ حسابنا. بابا لا تقلي لي عيب، العيب على الشي اللي عم يعمله هو. إيها هاد الحكي اللي عليه علامات، تقبلني يا أخي شي رجال ومكتر. عن جد مثل ما قالت أمك. يعني أنا ما عم بفهم، أنت ليش عندك هالموقف من رائد؟ لا بتحب تشوفه ولا تحكي معه؟ أنا ما عندي أي موقف منه. كيف بدك يعني تعامل معه؟ شو الصفة اللي بدك تقدميني فيها له؟ صديقي، ولازم يتعود على هاد الشيء من هلأ. هيك ببساطة؟ أي ببساطة، يعني أنا مانا مطلقة شو عيش لحالي؟ بس اللي بيني وبينك مانو صح لحتى يعرف فيه. وإذا أنت بتعرف إنه الحالة ما لصح، ليش عايشة؟ خصوصاً إنه أنت فيك تصححها. أنا آسفة، أنا ما قصدت إني أحرجك، بس يعني هلأ أو بعدين بده يعرف الحقيقة، خليني أنا فهمه إياها أحسن. بعدين أنا ما عاد بدي أحس إني عم عيش علاقتي معك بالسرقة. نرمين، ابنك هلأ عم بيتعلم الصح من الغلط، وجودي بحياتك كصديق ما رح يفهمه. نحن هون بالشرق مو بالغرب. بس أنا تعبت، والله العظيم تعبت. إذا بدي شوفك بدي أعمل ألف خطة لحتى شوفك. معك حق. شبك حبيبي؟ ليه مالك رأي؟ ما في شيء، شوية تعب بالشغل. شو يا بدك تجرب تدفع حساب طاولة تانية ولا شو؟ خلاص قوم خلينا نمشي وبكرة منجرب لنا بار تاني. لا ما حزرت، بدك تزبط وضعك بتروح قبلي بتزبط وضعك وبعدين بيجي معك. يعني شو صار؟ يعني سهرنا انبسطنا تسلينا، كان في عالم كان في رقص ايه، وضحكنا وضحكنا الجرسون علينا، ورح نبعته من طاولة لطاولة. ان شاء الله تشوفونا، ان شاء الله ترضوا ندفع عنكم. نحنا انت ليه اخدتها هي؟ طب خلص قوم نمشي هلا وبكره بنحكي. مستحيل تضل هون، بدي اسهر. جلال بلا ولدني قوم نمشي. انت الولد تضل هون، انا بدي اسهر لحالي هيك محل. خلص يلا قوم. سلام. ولا رامز؟ هلا قليلي في رجال حمار بيترك هذا الجمال كله بيتجوز واحدة ثانية. ايه في جوز الحمار على العيب واكرم. لا هو حمار طبرس لك هاسك. شو مرمر خانم، قومي اعملي لي وصلي على البيت. اخي مرام قاعدة معي على الطاولة، ما بدها تكون ترقص لحدا. خلاص طيب خليها تعمل الفتلة هون بين الكرسيين الي ولك بس. لا إلي ولا لك ولا حدا، خلاص مرام معي على الطاولة. أنا بموت بالرجال الحمص. أخي قوم عن الطاولة، قوم عن الطاولة، عاد إليك أو شو لك زاوية رو منطقية، قوم يلا. أيوة طاولتك نسيان إني دافع أجرة الطاولة بدي مثلها. ولا اسمع لقلك امسك، لقلك هاي مصاري اللي دفعتهم، هاي 500 ليرة امسك يلا أحيط أحيط. اردن على جوتك، هي قدم مرتين وانت بتحلق منو. انعم واكرم. ما على لك بتروح على غير طاولي، يعني بتروح على غير طاولي. وين رجل الله؟ وين رجل الله؟ وين رجل الله؟ تفضلي هاد إليك. شو هاد؟ افتحي الكيس وشوفي شو هاد. موبايل.
هذا الصوت قريب كتير، كأنهن على باب البيت. مع مين بدك تحكي؟ مع الجيران، بلكي بيعرفوا شي. أنا رايح شوف شو فيه. لوين بدك تطلع؟ مو سمعان صوت رصاص؟ طالع شوف شو عم يصير برا. من كل عقلك عم تحكي؟ من كل عقلي. طالع احكي مع هدول الناس يلي عم بيقوصوا. طالع قلهم إنه هون على بعد 10 متر من بيتنا قبر القديس حنانيا، وعلى 50 متر جنبه هون قبر الشيخ رسلان. لك ما بتستحوا على حالكم، عم بتقوصوا بين القبور، ما بتستحوا على حالكم. لك الشعراء وأولياء الله الصالحين والقديسين والعظماء والشهداء المدفونين هون بالشام، قلبهم محروق عليها وعم يبكوا على اللي عم بيصير. لك ترحموا عليهم، ترحموا على موتاكم وشهداءكم، ترحموا علينا نحن الأحياء. لك شو عم بيصير بهالبلد بدنا نفهم؟ لك ليش هيك صار ببلدنا؟ ليش؟ بكفي، ولك بكفي. نورا، يا نورا الله يرضى عليك، ساعديني لأروح على الحمام. الله يسلم ايديك، الله يرضى عليك يا خالي، قصي هالزريعة نشفاني. تكرمي خالي. الله يرضى عليك. مرحبا. أهلين. كيفك نورا؟ بتعرف إنه مبارحة بالليل ما نمت؟ من صوات الضرب؟ لك لا. لكن ليش؟ كل الوقت عم فكر شو اللي خطر لك لحتى جبت لي الموبايل. خلص خلص، هلا انتي خدي وبعدين بتصل فيكي وبقول لك ليش. ما بقدر اخده، والله اذا شافته معي امي بتعمل لي قصه. هلا انتي امسكي من ايدي، بتعرفي تستخدميه؟ خلص اصبع حطيه على الرجاج ووقت بيصح لك حكيني. طيب. هي شو اسمه؟ سلامي. باي. راغب. يسلم. ولو. ولوين بدنا نسافر؟ بدكم إياه نروح على بلد تانية ونصير ناس درجة تانية؟ ليش ناس درجة تانية بابا؟ طالما معنا مصاريفين نعيش عيشة محترمة وين ما رحنا؟ شرف سيدي، رحنا لبرا وعشنا العيشة المحترمة. شو بنعمل؟ شو بنشتغل؟ بس هيك بنقعد نصرف مصرياتنا لنقول عشنا عيشة محترمة؟ أنا عم فكر نصفي كل أمورنا وننقل المعمل ونبلش من الصفر، يعني 3/4 رجال أعمال البلد هيك عم يعملوا. يعملوا اللي بدهم إياه، أنا من ربع الباقي. أنت مستقلة سواء شو معناتها ناخد أغراضنا لبرا وآلاتنا ونأسس البلد ثاني. أنا بهالبلد مشرش، بتحمل سنة وسنتين وثلاثة، بس إني هلا بعد العمر ما بتحمل غربة. ولنفترض انسرقنا مرة ثانية، شو بدنا نعمل؟ خلاص، إذا ساءت الأمور أكثر بننتقل على محافظة ثانية، أما السفر لا. وقد سجلت خلال احنا بالصالة اذا بدك شيء منك. عمليات عسكريه واسعه في ريف دمشق. خير شو الالحاح؟ انا اسفه بس لانه اتصلوا فيني من مدرسه رائد، قال صاير تفجير جنب المدرسه ومنعوا الباصات تفوت لهنيك. شو الحكي؟ كيف راح تجيني؟ ما بعرف، هلا بصف بقرب قرني على المدرسه وبنزل لعنده مشي. طيب طيب، بس توصلي خبريني. ماشي اوكي، يلا باي. استاذ بترجاك ارجوك، الوالد ما بيحب اي حركات من هذا النوع بالمعمل، ارجوك لا تتسبب بفصلي. انا يا منى
أنا الله يسامحك، إحنا فينا نطلع ونشوف بعض برات المحمل، سهل كثير من دون ما حدا يعرف. اسمعي مني، اسمعي مني وخلينا نطلع سوا، رح ننبسط كثير. أستاذ أرجوك، أرجوك يا أستاذ، السيد الوالد ممكن يطلع بأي لحظة، والله رح يوقف قلبي من الرعبة. لا لا روي، هدي هدي، سلامتك. بما أنها خبرة بقصص البنات وما بنات، ليش لهلا ما طلع معك شيء وما زبط وضعك؟ شوف حبيبي، أنا يعني ركبني سيارة بس ب300,000 ليرة ولبسني أواعي مثل خلق العالم لورجيك شلون بشتغل، أما على هاي السحنة يعني عدم المؤاخذة إنه بنات بيطلع فيني هذول. ولا يهمك أبو الزوز وحياة عينك، إلا ما يكون عندها شي رفيقة أو شي وحدة من قرايبينا، وحياة عينك بكرة لخليها تعرفك عليها. بس انتظرني انت شوي لحتى زبطيك وضعي انا بالاول. بشرفك عن جد وحياتك عن جد، مو 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 احسن من هدول بنات النوادي اللي بتروح بتتعرف لي عليهم بهالليالي؟ لك يا سيدي، يعني على اساس انا صح اللي احسن قلت لا؟ طولي بالك انت، بس طولي بالك شوي. عنك يا عم يسلموا ايديك يا بي. اليوم ما بينت، والله نشف ريقنا، ما عم بعرفكم تشربوا شي فنجان قهوة؟ ليش فطرتي لسا لحتى تشربي قهوة؟ لك ما بتعرفيني أنا ما بفطر. إي ما بجوز هيك، ما منيح، أنا الله وكيلك بفطر بتغدى وبتعشى كمان. تاكلي كل هاد وما بتسمني؟ ليش شو دخل الأكل بالسمنة؟ هي أنا بضل يومين وثلاثة بلا أكل ومع هيك بسمة. كيف فيكي تقعدي يومين بلا أكل؟ أنتوا شفتوني شي مرة عم باكل؟ الشهادة لله، ولا مرة شفتك عم تاكل. إي ومع هيك بسمة. هيا حلوين. أهلين سحورة، فوتي. سوسان، ليكون عندك مشكلة بالغدد انتي؟ ما عندي مشكلة بشي غير اني بسمان. اعملي لك شي عملية بتنحل مشكلتك. مشان شو؟ انا مبسوطة هيك بحالي. لك مشان ابن الحلال؟ ايه مو للاقي حدا بيستاهل اعمل مشانه عملية. هذا الحكي هو المزبوط. شو هالحكي؟ طولوا بالكم، لسا شو شفتوا من الرجال حتى عم تحكوا عليهم هيك؟ ايه ما هون المشكلة، ما شفنا وحابين نشوف. ايه والله حابين نشوف. ايه سحر، عم تركي على السوق تعملي شوبينج؟ لك عم تنزل؟ المدة بين اتصال والتاني كمالة عم تزيد. حبيبتي الوضع هون مو بالسهولة اللي كنت بفتكر. أنا عم حاول كل جهدي أشتغل لك بوراقك، بس هون إدارة الأجرة معقدة الأمور. بدون ما تشرح. أنا مو هادي اللي عم أسأل عنه. بعرف بعرف، بس حبيبتي هون في مشكلة بالوقت، يعني مثلا اللي بقصده الطريق بياخد ساعتين روحه وساعتين رجعه معي كل يوم. طيب ولا يهمك، أنا رح سكر هلا مشان ما عطلك. لحظة لحظة نسرين، نسرين حبيبتي، زعلتي؟ فؤاد، أنت بتعرف إني أكتر وحدة بالعالم تفهم عليك، وبعرف شو يلي بيزعلك. خلص، أنا رح ريحك. أنا رح انسحب. من شو بدك تنسحبي؟ من شو؟ من العلاقة. أنا ما بقدر أكون خطيبة تحت الانتظار، ولا كون تحت رحمة ظروفك وفضاتك، ولا كمان تحت ضغط معاملات الهجرة، يا بتزبط يا ما بتزبط. خلص فؤاد، خليني ريحك، أنا هيك عم ساعدك. نسرين، لك يا مجنونة شو عم تعملي؟ نسرين ما بتصور بنت حلوة تعنس. لا سحر، حكيك مو صح، يعني بالنهاية كل بنت ولها ظروفها. أنا بالمكتب الفني. لا تكون نسرين تضايقت من حكي. لا حبيبتي،
حكيك ما في شيء بيضايق ابنه وبتقبريه. صحيح ليش نسرين عنا سيد؟ مع انه شكلها حلو ما بها شيء. وليش ما سألتيها؟ انا رايحه اشوف شي محل اشرب فيه قهوه. الله معك. سوسن لازمها ريجيم، على هالحاله بحياته شب ما بتطلع فيها. ليش بها كربوجه؟ ان شاء الله كمان لما بدي اطلع بدك تنمي علي وتحكي. لا انتو ما بنحكى عليكم، انت حلوه واماني احلى. سحر انت شو قصتك؟ هلا ما في سيره نحكي عنها غير الحلا. قولي لي صحيح خطيبك شو اخر هديه جاب لك اياها؟ يا ستي اخر شيء جاب لي خاتم الماس بجنن. اه والله معك اياه؟ جايبتي شيء معك؟ ايه هلا برجيك اياه. علي الحلال انك احلى محسن بالورشه كلها. الله يبارك فيك يا الو. شكرا كثير على الموبايل بس ما رح اقدر استعمله دائما. والله اذا شافوني اهلي حاملته يعني بدهم يعملوا لي قصه. خلاص انت خبي ما عرفتك وقت بتقدري تحكي انت بس اعملي لي مس كول وانا برجع بحكي معك. بس ما جاوبتني، شو خطر لك تجيب لي الموبايل؟ يعني قلت لحالي انه انت هي بنت حلوه فحبيت هيك هديكي شغله حلوه. ليش سكتتي؟ ولا شيء. نورا راغب امك عم تناديلي، رح سكر وروح شوف شو بدها. دخيل عينك، خلي عينك منيح على امي. هي اغلى شيء بالدنيا عندي، اغلى شيء بالدنيا كلياتها. تكرم عينك، يلا باي باي باي. يا نورا سكرت. سألت لي تكرم عينك. شو هالحكي؟ لكن هيك رأيك ستيفا؟ ايه عن جد الحكي ما في شي. بدك يعني اطلع وفوت معه من كافتيريا لكافتيريا على اساس شو؟ انه نحن اصدقاء وبس؟ لكن بدك دغري خطبة وجواز. حبيبتي العلاقات بتبلش طلعة فوتة وحب وصداقة بعدين بتصير خطبة وجواز. اها مالي عارفة عندك خبيرة بالعلاقات كل هالقد. يا عليكي لا خبرة ولا شي، بس جهاد شب ظريف انا مني ومنك بعطيه فرصة. وإذا ما نجحت العلاقة بيناتنا؟ بتكون ما زبطت. في ناس بتجوزوا بجيبوا أولاد آخر شي بيطلقوا، يعني شو هالشغلة العظيمة؟ أماني شو صفنتي؟ تعرفي هبة؟ وائل مريح أكتر من جهاد. شبنا أماني؟ مو كأنك عم تنقي شباب من على البسطة؟ أي أنا بيطلع لي، ليش لا حبيبتي؟ هبة؟ بدي أسألك، هلأ لو جهاد كان عم يتحرك شكل لك كنتي وافقتي؟ ايه ما بتردد لحظة. شو ليه؟ لا تكوني حاطة عينك عليه. لك لا، ليش انتي تاركة دور لحدا؟ اماني انا ماني مثلك، انا عم بدور على حيال عريسي طالعني من بيت اهلي. بتعرفي خايفة اقضي كل عمري خدامة لابي واخي. ودخيلك ليش لتقضي عمرك عم تخدميه؟ ما يتجوز اخوكي؟ صدقيني ما بعرف، بس حسيت الازمة اللي صايرة بالبلد مأسرة عليه وعملت له عقدة. عقدة؟ ومنين اجته العقدة؟ يعني صار شي معه بهالاحداث؟ لك لا مو صاير معه شي، بس اخي بكبر القصص كتير، يعني اكتر من اللازم. بدك الصراحه؟ اذا هيك الحق معه فعلا عم يصير بالبلد شي بيعقد. امشي امشي. الحق معك وانا هيك فكرت، بس بهون عليك يعني يكون جاي لعندكم على البيت وقوم تتركنا وتحمل حالك وتمشي. اكيد لا، بس يعني الزياره صارت مثل التعذيب، شايفك قدامي وماني قدران احكي معك. فوق كل هاد بتروحوا بتعدوا بالغرفة لحالكم؟ لا، وشو حديث سمعت؟ بيطققوني إلا وكيلة، وخاصة لما بتجي سيرة الأستاذ جهاد. مين جهاد؟ واحد من موظفين المديرية. شو بك يعني مطرح ما بتشتغل نسرين وأماني؟
ايه ايه شو ايه بس خلاص. لا يعني ما فهمت ليش بيحكوا عن جهاد دون عن غيره. حبيبي هنن يعني بيحكوا عن الكل بس انه هو اكثر شوي بيقولوا عنه انه مغرور وشايف حاله. شو بقى؟ لا لا ولا شيء. حبيبتي خير شو بكي؟ شو في؟ ما بعرف صار لي مدة عم دوخ وتعبانة شوي. ايه؟ وعم شوف دم بالحمام. دم؟ ليش ما حكيتي؟ قلت شغلة عارضة ما أخذت إلا أهمية. تعب وإرهاق ودم بالحمام وشغلة عارضة؟ أنت يلي بتقري كتب الصحة حبيبتي ويلي بدك تعملي يوغا عن قريب بتقولي شغلة عارضة؟ لا؟ بصراحة لأني بعرف خايفة. يلا يلا نروح الدكتور حبيبتي يلا يلا. بابا بدك شيء؟ انا رايحه. لوين رايحه؟ رايحه على السوق لازمي غرضين. غرضين شو؟ غرضين الي. بابا بتجيبيهم وانت جاي من الوظيفه؟ بابا عم قلك لازميني هلا هلا. وانت راجع؟ بابا بصراحه طلعتي على السوق كلها مشان غير جو. قلبي طق من المديريه للبيت ومن بيت للمديريه. خليني غير جو شوي. وليش هيك مستنفره؟ لا ما في شيء. بابا انا عم بحكي مشانك. الشوارع ما عاد فيها امان. كل ما اختصر الواحد مشاويره بيكون احسن. مزبوط مزبوط. يلا بدك شيء؟ الله معك. مع السلامه. اذا هي بنت ونص نهارها برات البيت وعم بدي يخلها، لكان انا شو عم بصير فيني طول وقتي عم حاكي الحيطان. إذا بقوا الجماعة يبعثون أكل طيب هيك ويعطونا 10,000 ورقة في الأول شهر خليها لنورة تشتغل معهم على طول خلاص. إيه لا بس أم راغب بتفك الجبصين ما عاد إلا شغل عندهم. الجماعة كرمة بس مو مليونيرية لحتى يدفعوا 10,000 ليرة بالشهر. عاد لحق لك كم نقمة قبل ما يخلص الأكل. بسم الله. صور هلا بتمنى انكم تعملوها باسرع وقت ممكن. خير شو في دكتور؟ خلونا ما نستبق الامور وجاوبك بس نشوف نتائج التحاليل والصور على اساسها بنقرر شو بدنا نسوي. تفضل. شكرا. سلام عليك. الله يعطيك. شكرا دكتور. مو قضية انه ما عاد في شيء عاجبني بس ماني مقتنع انه بابا كان عميد بالجيش وقائد فوج ما يطلع بايده يوظفني وظيفه بالدوله تكون محترمه. وشو الامتياز يلي شايفتي اني كنت عميد بالجيش؟ بالنهايه انا كمان يا بنتي موظف دوله. يا سيدي البنت معها حق. المتعارف عليه عنا بالبلد هون ان الضباط في الجيش لهم وضع خاص، امتيازات خاصه، لهم سكره يعني. يا ابو راغب اصحاب الامتيازات الخاصه قله وموجودين بكل مكان مو بس بالجيش. وأنا مو واحد منه. بس بابا أنت مقدم خدمات لكتير عالم، يعني أقل منا يردوا لك هالخدمات؟ يا بابا يا حبيبتي أنا إذا بطلب أي شيء مقابل الخدمات يلي مقدمها بتصير القصة رشوة وما بتعود خدمات. بعدين يلي بيسمعك إني مقدم خدمات أوف بيفكرني خارب الدنيا وعم اشتغل من فوق الأساطير. أهلا وسهلا والله. صبايا دي أخذكم ساعة عندي بوضة. تفضل. يلا.
تعبنا من الحالة والله يا عوني، تعبنا كثير. لا شغل منيح ولا البال مرتاح، والأسعار عم بتقب قب. معك حق، وأنا كمان رحت اتورط واشتريت هالتاكسيتين، يوم بيشتغلوا ويومين بيوقفوا. الله يكون بعون شفيرية التاكسي. الزحمة بالبلد الله أكبر. ليش والناس اللي حالهم على قدها؟ هدول اللي أكلوها بالأزمة. يا سيدي في تجار زادت ملايين وملايين. أيوة. من الأوضاع اللي ما تصير عنا بالبلد هون، بين فرق عملة وغلا وغيره وغيراته. سيدي إذا بدنا نعد شو ساوت الأزمة بالناس ما بنخلص. الله يعيننا. مظبوط. الله يفك عسيرة. ليك فصلتني، أصبح ما بقى لشي لاتصال. لك بابا، عم تمرق علي الدقيقة بسنة لما ببقى بالبيت لحالي. طيب شو رأيك نخلي هبة تبطل من وظيفتها وتقعد عندك؟ شو؟ بسنا الأيادي اللي وظفناها منقوم نرجع منبطلها؟ بعدين الراتب اللي عم تقبضه بتكفي فيه حالها وبتساعدنا مصروف البيت. طيب والحل؟ عم بحمل حالي واطلع على الشغل وعم يضل بالي عندك لحالك بالبيت وهبة مو هون. نفرجها الله. يا رب. هيك بتمني نام وفيق ولاقي كل شيء صار بهالبلد بنام. يجي حدا ينكشني اللي قوم خلص الكابوس. ندرن علي، ندرن علي ما يصير هيك لطلع جوازي تاني نهار. صراحة أنا جهاد ما بستلطفه، بحسه هيك كذاب ومنافق. لا ولو مو لهالدرجة، هلا بجوز يكون فوضوي أو عنده شوية لامبالاة، بس أنا ما بحسه شخص سيء. يضرب الحب شو أعمى؟ حب؟ حب شو؟ ما في بيني وبينه شيء، هلا إذا هو بعت لي كم رسالة بكون أنا حبيته؟ رؤى لا تتباردي عليها، أنا بس عم قلها هيك مشان تدير بالها منه ومن كولكته. الحب؟ بتعرفوا؟ ياريت كان فيني حب بهالبساطة اللي عم تحكوا عليها، يمكن كان أريح لي. بعدين ما شاء الله عنا. خلص ما عاد بدي إجي معهم، العامة ما لهم حديث غير جهاد. بركي أحوال أهله المادية منيحة. شو هالحكي اللي عم تطلعي فيني لإلي؟ أنا شو بيعرفني؟ أماني بزمتك لهلأ ما طلعتي أنت وياه شي مشوار؟ يعني عادي. عادي يعني طلعتي أنت وياه؟ شو؟ طلعتي أنت وياه؟ لما رحت تجيبي رائد وين صفيتي؟ في دوار صغير قدام المدرسة. وين؟ في سيارة طالعة حطيت سيارتي بداله. والله كثير كويس. ودخلك عم تعرفي تسوي بهالعجابة الشوارع والحواجز؟ عادي. على ذكر السيارة، اليوم على الحاجز طلبوا مني الميكانيك، ولما عرفوا انه السيارة مو باسمي صاروا يدقوا لمين هاي السيارة وليش معك. ايه وبعدين؟ بعدين اضطريت قلن انه هاي لزوجي. ما كان في غير هالحل. ماشي الحال. بس نبهوني انه ترسيم السيارة رح يخلص. خلص بكرة ببعت واحد يرسمها. إذا بدك أنا برسمها. كيف بدك ترسميها؟ ما هي باسمي. مثل ما بده يرسمها هذاك الزلمة أنا برسمها. هذاك شغلته، هو بيدبر حاله. لازمك شيء؟ طلبوا مني قصة مدرسة رائد، لازم سدده بالبنك من هون لأسبوع. الوصل وينه؟ ليكو. خلص أنا بتصرف. خلي دور معك مصروف. شكرا. يلا بخاطرك. انتبه على حالك. الموبايل كان معي بس. ايه من وين جبتيه؟ اذا قلت لك ما بتقولي لحدا. نتخلص ما بقول لحدا. وعد لك. ايه وعد من راغب. ايوه يا درسانه ما عرفتك. ايه امتى بدك تعزم على فنجان قهوه؟
يعني أول ما أحس إنه رح تقبل عزيمتي العزيمة. إيه بس لازم تعبيلها رأسها وعينها فوراً وعلى السريع. ليش يعني أنا ما بعبي رأس والعين؟ لك ما قصدت هيك يا حبيبي، بس قصدي بلكي في حدا تاني على الخط. انت شو مفكر انه الفلتانه يعني فلتاني فكرك ياها؟ لك مو هيك قصدي يا حبيبي علينا. انا قصدي يعني تفوتك لك غوص. ايه شو غوص وما غوص؟ انت فكرك كل البنات مثل بنات الكباريهات اللي بتعرفن يلي هنن زياده عليك اصلا. شو بكره غير ما بدها كلها العصبيه كلمة وحكيناها. سكر على الموضوع. انت لو شفتها ما كنت حكيت هالحكي من اصله. شوفي معك بلا ما استسبق الأمور خلينا ننتظر لحتى نعمل التحاليل والصور. شو ما كان معي أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره. هون ما عم بقدر احكي معك او شوفك منيح، يعني يا دوب دقيقتين قبل ما اروح على شغلي. بس انا ماني متعوده فوت واطلع الا مع امي، اصلا هي لحالي ما بتخليني اطلع. طب والحل يعني؟ يعني خلص هلا عم نشوف بعضنا هون وماشي الحال. وبكره بس تفك امي الجبسين كيف رح صير شوفك؟ نورا انت شو عم تعملي عندك هون؟ فوتي لجوا. انت ليش ما رحت على الورشة لهلا؟ هلا كنت هي شو اسمه؟ انا رايح. يلا خاطرك ادعي لنا. الله معك. نورا شو كان عم يحكي معك راغب؟ ولا شيء، كان عم يسألني شو عم ادرس. ايوه طيب حبيبتي بدي اطلب منك طلب. تاني مرة لما بيكون راغب بالبيت بدي اياكي تضلي جنبي على طول. ايه حاضر خالي. من زمان ما سمعنا انه الاستاذ زهير بده ياخذ اجازة. اللي فهمته انه بده ياخذ زوجته على الطبيب. توقيعك لو سمحتي. مرحبا استاذ، اذا سمحت بدنا توقيعك. خالتي هي هون الثالث غرفة على ايدك يا بنتي. الله يسلمك. وائل هلا هي المعامله صار لازم تتحول على الدائره الماليه ما هيك؟ اي مزبوط. هلا ما في طريقه تعلمني شلون بتمشي المعاملات هون بالديوان؟ هي تكرم عينك انسه سوزان، بس اكيد مو هلا وقت الدوام. شو رايك نصير نبكر شوي بالجاي على المديريه؟ هون بالمديريه؟ ايه شكرا. Thank you.
هي السيارة وهي مفاتيحها. شوف مخالفات رشوة لف ودوران ما بدنا، مفهوم؟ مفهوم عمي مفهوم، فهمت عليك. أنت إنسان دغري ما بتحب لا اللف ولا الدوران. برافو عليك، أحسنت. بس بتعرف عمي ايه؟ مصلحة التاكسي بدون اللف والدوران ما بيمشي حالها. شو هالحكي؟ في بالشام 40,000 تاكسي كلهم يشتغلوا هيك؟ ايه عمي تشتغل هيك وأكثر من هيك. اسمح لي اقول لك كلامك غلط، وإذا كان بيشتغلوا هيك أنا ما بشتغل هيك. غسان نعم، خود السيارة واشتغل مثل ما بدك، المهم ما توجع لنا راسنا، ومنشوفك أول بأول وبتقبضنا ومنطمن على السيارة. حاضر. لحظة فهد، أنت هيك عم تشجعوا على الخطأ بس شرط نحن ما ندرى، وهذا بحد ذاته غلط. غسان يلا روح من وشي، روح استرزق وعينك على السيارة. يا معلم ليش أنت عم توجع راسك؟ اتركه، هذا شوفير، هي الشغلة شغلته. لك أخي ساكت عن الحق شيطان أخرس. أنا هدفي علمه كيف ممكن يحصل رزقه بدون لف ودوران. ماشي أنا رح أطلع على السيارة، بدك شيء؟ يلا توكل على الله. يلا توكل على الله. لك لحظة، ما أمنت اللي سائق لدوام المساء؟ ما بدك شوفير يريح لك راسك؟ هاي غسان مسطرة قدامك. سلام. سلام عليك. مع السلامة. موفق. ما قلت لي شو رأيك بالحكي اللي قلت لك يا؟ لا تصدق الحكي كله دلال، يعني معقولة في بنت ما بتقدر تطلع ساعة لوحدها؟ هلا بيجوز حكيك صح، بس أنا بحس إنه هالبنت صادقة وما عم تكذب علي. هي أول شيء دللت على الموبايل وقالت إنه ما بدها تأخده ورجعت وأخدته. رغب بدي أقول لك شغلة بس ما تعصي. قول أخي. حاول يعني إنك هيك تقرب منها، تمسك لها إيدها، تبوسها. أخي فوت فوتك شبك. مشان شو؟ شو مشان شو يا غشي؟ بحياتها ما عاد ترفض لك طلب هيك ولا عاد تقول لك لا. بعدين يعني إذا ما زبطت المرة الأولى بتزبط المرة الثانية، مثل شغلة الموبايل. عم حاكيك أنا. وبعدين ما عم بدي وياه. إذا راح تتموا هيك ضيعوا الوقت، أنا مضطر أنقل ماكينة كل واحد منكم لجهة. وصلى الله وبارك. والله بيجوز يكون حكي غازي صح. طمنا دكتور. مثل ما بتعرف أنا طبيب داخلية والحالة مو اختصاصي. طيب عفوا شو الحالة الطبية؟ هي بطاقة دكتور زميلي، هو اختصاصي بهيك حالة، إذا بدك باخذ لك منه موعد. تفضل. شكرا. سوسن عم تاخذ وتعطي معك بس حتى تعلم الشغل. يا لطيف انت شو ظنك سيء بالناس؟ لك يا حبيبي هي سوسن. سوسن بنت رجل اعمال عنده معمل غزل ونسيج، فكرك جاي تشتغل بس حتى تاخذ هالكام الف ليره باخر الشهر؟ لك مو هيك القصه، يعني بتاخذ راتب وبتتسلى، يعني تعمل شيء بحياتها احسن ما تقعد هيك ناطر عريس. اها انت قلتها، معناها هي جاي لهون لحتى تدور على عريس. ايوه. وبرأيك إنه أنا هذا العريس؟ لكن أنا. وليش لحتى ما تكون أنت؟ لك آخ كم مرة بدي أقول لك يا أنا مرتبط، بعدين ما أجت لعندي وقالت لي علمني كيف دور المعاملات. أخي اعزمها على فنجان قهوة.
وإذا ما قبلت أنا بدي بوس راسك واعتذر منك قدام الناس كلها وقول أنا ما بفهم. شو قلت؟ جرب. صباح الخير. أهلين أستاذ. أوف، ليش كلها الرسمية؟ لو سمحت أستاذ، هلأ بيجي السيد الوالد، ما في داعي يشوفك هون. انت بتعرفي انه السيد الوالد ما بيجي هلا؟ انا مستغرب ليش هيك عم تتعاملي معي. عم بتعامل معك هيك لانه هذا هو الصح. ليكي، انا اذا عم فكر انه نكون اصدقاء فما تفكري انه حابب اتسلى. انا كيف يعني، انا عم فكر فيك بشكل جدي. شو بتقصد بشكل جدي؟ بشكل عام قصدي انه كعلاقة صداقة يعني حقيقية تكون. شافك سكتتي. انا موقفي ما تغير. على كل الاحوال شكرا لموقفك.